على فكرة بالمناسبة احنا مش بنتكلم او فتحين الموضوع ده علشان نقول ان يبقى للست نفس القدر من الحظ ونفس القدر من الفرص ونفس القدر من السرعة، يعني زي ما الراجل بيقبل على جواز جديد وحياة جديدة بعد ما يفقد مراته، فالست كمان من حقها انها تقبل بنفس السرعة على التجربة الجديدة. لا، الحقيقة انه احنا هنا ما بنقصدش ده، احنا بنقصد انه في كلا الحالتين من المفترض ان الاولوية تبقى للأطفال ولنفسية الأطفال، ولا وتاخدوا وقتكم في الحزن. يعني أنت برضو ما بتاخدش وقتك في الحزن. صحيح. أنت لما بيجي لك بيحصل لك الموقف ده مش عايز تحزن. صح. أنت مش لاحق تفكر في الحزن، أنت عايز تلحق ترجع حياتك لمجراها الطبيعي. وأنت معتقد أن أنت لما تجيب زوجة بسرعة هتوفر لحياتك لاولادك الحياه الاسريه اللي يمكن هم افتقدوها مع مامتهم، او هينسى الحزن او هينسى الحزن او هينساها او تتجوز اختها برضو. ما هو برضو في بقى سكه تانية يقول لك ايه، لا انا اتجوز خاله البنات او خاله الولاد عشان هي ترب. ما ده ظلم ليك وظلم ليها لو انتوا ما بتحبوش بعض. فهو التسرع بعد الموقف ده او الازمه او الصدمه دي، ده اكبر غلط سواء كان عند الراجل او عند الست. صحيح. مش الفكره اتجوز ولا ما اتجوزش، مش مهم. على فكره الجواز التاني ده نصيب، لو جه في ميعاده وجه بشكل مظبوط هيبقى شيء جميل للزوجه او للست او للراجل وللعيال كمان. لكن انا الفكره ان انا لازم حاجات تاخد مجراها، احزن بوقت واقلم ولادي على الوضع الجديد بوقت. ما بياخدش مجراها ليه يا هدي؟ ضغط المجتمع، لا اتجوز لا اتجوز لا اتجوز، او لا انت لازم تلبسي اسود كتير طول حياتك، لازم تحزني، لازم تشوفي بيتك، لا ايه ده انت نسيتيه بسرعه كده ليه؟ انا نفسي المجتمع ملهوش دعوه، احنا نعمل حاجات ايجابيه. انا عندي واحده صاحبتي احنا نقف جنبهم طبعا، اكيد هي هتبقى محتاجه مساعده. بس برضو المجتمع طبعا. خلينا برضو نقول نتكلم يعني بجد وبحق، يعني انه هذا المجتمع برضو عنده بيكيل بمكيالين في التعامل في الملف ده، زي ما بيكيل بمكيالين في ملفات كتيره فيها راجل وست. يعني هتلاقوا الست، نموذج الست اللي قعدت وسخرت حياتها لعيالها، هو النموذج اللي ليه قدسيه وليه جلال كده كبير. يعني هي دي الست المثاليه.